محمد بن شريفة قائد الفتح الرباطي صاحب التصويبات الخطيرة. بن شريفة يرفع هذه كرة ممتازة خطيرة، هدف التعادل، فتح الرباطي ينجح في تعديل النتيجة. ممتاز هذا الهدف، رأسية معاكسة، هدف التعادل للفتح الرباطي يأتي في هذه اللحظات. هدف ممتاز ورائع، شوف بن شريفة كيف رفع وكيف قوس هذه الكرة، الرأسية المعاكسة من المبدع اللاعب رقم 7 هشام الفتحي، هو الذي يعادل النتيجة. هشام الفتحي هو الذي لمس الكرة، أو اللاعب يوسف أعتقد من هو الذي سنتابع من، نعم نعم